ورده انا ضربت كم واحد يعني غلبتهم في الجيم والله يمكن ما حتلقى صعوبه شديده فيه ما حتلقى صعوبه شديده عشان تغلبني كويس تحب النادي تنزيتا يعني بس وقت ثاني بتحب تنزي في شنو لو لقيت فرقه يعني كتير لو لقيت لي وقت بلعبها لكن دائما ما اكثر شيء الكره الطايره لعبت في الكره الطايره يعني ايوه الكره الطايره الكره الطايره بنلعب الكره الطايره ثاني هوايه غير الكره الطايره هوايه غير الكره الطايره الجمباز الجمباز ياس اوه من الصغر انت كنت بتعمل الجمباز ها هاي الجمباز ماله انت عندك كم سنه بديت الجمباز الله يطول يا اخي من وانا صغير شديد كم يعني؟ سنه سابعه تقريبا سابعه وصلت طوالي فيها يعني ما وقفت نهائي وصلت لحد ولعبت درجه وين؟ لما لعبت درجه خليت الجمباز خليت الجمباز لكن يا هو وعيتي المفضله دائما انا اتمرن برا كده ما في حاجه الجمهور اذا كان ما لم تجيب هدف طبعا تستمتع بالطاقه الجمباز اللي بتعملها دي يا اخي هم برا ما انا ذاتي بستمتع هم برا ما انا ذاتي بستمتع يعني خليت لك مباراة انا جبت لك 5 اهداف حتبقى تجيب 7 جمباز 7 اهداف ما عندي مشكله ما صار متمرن ما عندي مشكله يعني بكون جاهز ما عندنا هي يعني ما بصير مع انه في الميدان انت عامل لحمه لا بكون جاهز هاي اللحمه مع اللحمه بتاع نفس اللحمه بتاع كره القدم اليوم هتتعلمني كم حركه كده من الجمباز دي والله يا اخي ما في مشكله طالما لقينا منك هنا لقينا لقينا كم حركه لقينا المرجيحه دي هنا عامل لك كم هنا ويعلمك زي ما علمتك زي ما علمتك المرجيحه هنعلمك الجمباز ما في مشكله كلام كويس نتم الجيم ده عشان انتهي منك فيه نضربك ثاني بعد ذلك يكون ما عندك اي حل انا كلمتك قلت لك ما حتلقى صعوبه في انك تغلبني لكن انا بحاول شنو؟ لا تغلبني يعني جدا ما عندك اي مشكله